يقول: ما هو الواجب على الشاب المسلم إذا كان يعمل في دائرة يعمل معه فيها نساء؟ وجهوه لو تكرمتم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين، وبعد: يجب على المسلمين أن يجعلوا النساء في حيز لا يعمل فيه الرجال، ولا يجوز الاختلاط في العمل الوظيفي أو غيره بين الرجال والنساء لما في ذلك من الفتنة العظيمة. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن لا يخلطوا النساء مع الرجال في مجال العمل، لأن في ذلك فتنة عظيمة. وإذا كان لابد من عمل المرأة فلتكن في مكان منعزل عن الرجال، حفاظا عليها وحفاظا على المجتمع من فساد الأخلاق وضياع الحشمة. هذا هو الواجب على المسلمين، ولا يكون كالكفار أو يقلد الكفار الذين لا يبالون بأعراضهم ولا يحافظون على أخلاقهم ولا يهتمون بأمور دينهم. فإن المسلمين لهم ميزة على العالم بما ميزهم الله به من الإسلام وأخلاق المسلمين، وهم القدوة للعالم. أما أن المسلمين يقتدون بالكفار فهذا انتكاس، وما ذكره السائل من أنه يعمل في مجال مختلط فهذا أمر محرم. إن قدر على أن يعمل على الإصلاح وتفادي الاختلاط وجعل النساء في مجال منعزل عن الرجال وجب عليه ذلك، وإن لم يكن في يده قدرة على تغيير الواقع فعليه أن يطلب عملا آخر ليس فيه مجال نساء واختلاط مع النساء، يطلب مجالا آخر يبتعد فيه عن الاختلاط بالنساء. والمجالات كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر.